اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الحديث بالتاكيد عن مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام السابق، لان للاسف النهارده اتحاد الكره خد قرار بقبول استقاله الراجل ده على حد قولهم، ان الراجل استقال والاتحاد قبل الاستقاله. يمكن النهارده صدر بيان من قبل اتحاد الكره، قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الاربعاء قبول استقاله السيد مارك كلاتنبرج وتكليف الشؤون القانونيه بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمه لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقاله طبقا لبنود العقد المبرم، كما تقرر سرعه التفاوض مع خبير تحكيم اجنبي للعمل كرئيس للجنه الحكام ومطور لمنظومه التحكيم. طيب هنا احنا عندنا شقين، في شق فني متعلق بالقرار اللي صدر من اتحاد الكوره، وفي شق تاني متعلق بصوره الرياضه المصريه في العالم وفي الصحف الاجنبيه، اللي تناولت النهارده الحديث عن رحيل كلاتنبرج، ولكن للاسف بشكل مسيء للرياضه المصريه وللكره المصريه تحديدا خلال الساعات الاخيره. الاول هتكلم على الشق الفني. أولا اتحاد الكرة للأسف تعامل مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج مش بإطار أنه بيطور المنظومة ولا لم ينجح في إطار تطوير المنظومة التحكيمية إطلاقا، هم تعاملوا معاه على أن في شكوى جت من أحد الأندية وعلى طول اجتماع ما بين الرابطة والاتحاد مع الراجل. فبالتالي الشق الفني اللي الاتحاد اتعامل معاه مع مارك كلاتنبرج اللي متولي المسؤوليه من شهر 8، واحنا النهارده في شهر 1، بعد 5 شهور جايين يكلموه، هو فين التطوير؟ هو فين المعسكرات؟ واحنا الحمد لله والحلقات مسجله وموجوده، احنا الوحيدين اللي في التوقيت اللي كان النادي الاهلي بيكسب كنا بننتقد مارك كلاتنبرج على فكره ان مش شايفين تطوير. تخيلوا، احنا الوحيدين اللي كنا بنتكلم لصالح المنظومه التحكيميه، وكنا في نفس الوقت بنأيد فكرة ان الراجل يستمر عشان يكمل اهدافه، بس مهم جدا هو بيشتغل يعمل تطوير بجد، وده ما كناش شايفينه. لكن الاتحاد لما حب يتدخل اتدخل امتى؟ لما جات له شكوى من نادي ما، وكلكم عارفين طبعا الشكوى وايه اللي حصل في الساعات الاخيرة. يبقى اذا الاتحاد لما اتخذ عدة قرارات في الساعات الاخيرة ضد مارك كلاتنبرج ما كانش هدفه تطوير المنظومة التحكيمية. انا بقول الكلام ده وعارف انا بقول ايه بالظبط، لان الاتحاد على مدار 5 شهور لا كان بيتكلم مع الراجل في معسكرات ولا كان بيساله على اي حاجه بتتم في الفتره الاخيره. احنا الوحيدين اللي كنا بنتكلم عن التفاصيل الفنيه، لان كان هدفنا ان المنظومه التحكيميه تنجح، ومش هتنجح الا بوجود خبير اجنبي رقم واحد، بالاضافه لده ان الخبير الاجنبي اللي يجي يكون شغال بجد. لكن الاتحاد لما خد قرار دلوقتي ولما عمل مشكله مع رئيس اللجنه مارك كلاتنبرج، كان الهدف ان في شكوى من احد الانديه على الاخطاء التحكيميه، في ظل إن في الاجتماع اللي تم ما بين مارك كلاتنبرج مع الرابطة واتحاد الكورة خرج أحد أعضاء اللجنة، وأنا قلت الكلام ده في حلقة سابقة وقلت بالاسم، الكابتن مجدي رزق عضو لجنة الحكام الحالية وعضو اللجنة السابقة، واتسأل من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وقال له هي إيه المشاكل الموجودة في التحكيم؟ ليه في مشاكل في الفار؟ الراجل وقتها رد وقال 3 كلمات، قال له ما كانش فيه تطوير، كانت التعليمات غلط، ما كانش فيه مبدا الثواب والعقاب. وقال للاسف اخر 3 سنوات دي كانت المشكله اللي بتواجه الحكام. يعني الراجل عضو اللجنه الحالي وعضو اللجنه السابقه اللي اشتغل مع اللجان السابقه واخرها لجنه عصام عبد الفتاح اللي اشتغلت في التحكيم اخر 2 3 سنين، عضو اللجنه قال ده للرابطه، قال لهم كانت التعليمات بتقلل الحكام غلط، التعليمات بتتقلل الحكام غلط. فبالتالي ما تجيش تحاسب بقى الراجل الانجليزي اللي بقى له 4 شهور على خطايا تحكيميه موجوده اخر 2 3 سنين وعلى تعليمات بتتقال غلط من واحد مسؤول عن تقنيه الفار ما عندوش فكره عن تقنيه الفار، ومن رئيس لجنه ما كانش بمبدا بياخد قرار بمبدا الثواب والعقاب، كان بيتعامل بالحب، مين معايا مين ضدي، اللي معايا لو غلط هخليه يحكم، واللي ضدي لو هو كويس برضه مش هيخليه يحكم، ده اللي كان بيحصل. فانت جاي تحاسب كلاتنبرج على اخطاء ناس فشلت اخر 2 3 سنين؟ طبعا غلط، ولكن انت بتحاسبه على ان في نادي معترض، في نادي نتائجه سلبيه، فعايز اشيل الليله كلها والشماعه كلها تبقى لرئيس اللجنه وملف التحكيم وعنصر التحكيم، رغم ان هم شركاء اساسيين في المنظومه التحكيميه ازاي تدهورت ووصلت للشكل اللي احنا فيه. ده الشق الفني اللي كنت عايز اتكلم عليه. بالمناسبه
في امور فنيه اخرى متعلقه ان في تدخلات تمت وفي اعضاء في الاتحاد بيتدخلوا في القائمه الدوليه، والكلام ده مش انا بس اللي قلته، النهارده حتى الكابتن سمير محمود عثمان اتكلم فيه واتكلم فيه بشكل واضح، وبجد انا بحييه على شجاعته ان هو حط ايده على صلب الموضوع واساس المشكله جايه منين، ان في ناس بتتدخل، وقال بالاسم عضو في مجلس اداره اتحاد الكره ازاي كان بيتدخل، وازاي العضو ده كان ليه دور ان احمد ابو العلا لغايه اللحظه دي ما يتركش لجنه الحكام، وان يبقى مدير لجنه وبعد كده ملوش علاقه باللجنه واشتغل اداريات وبعد كده يرجع تاني مدير لجنه ويخش في شغل محمد فاروق وتامر دري وايمن دجيش، وبعد كده يجي توفيق السيد ويتدخل في شغل توفيق السيد، مشاكل كتير جدا، وكان بينقل معلومات غلط اصلا كمان لمارك كلاتنبرج، واهمها هو اللي رشح وليد عبد الرازق لاداره مباراه الاهلي والمصري، والمباراه دي اصلا ما كانش هيديرها وليد عبد الرازق، كان هيديرها حكم تاني راح مباراه تانيه لما امين عمر سافر تونس وادار مباراه للترجي والنجم الساحلي. انا بقول لكم الاسماء بالمباريات بكل حاجه. فالهيكل التنظيمي للجنه كان شغال غلط، واللي عمل كده مجلس اداره الاتحاد. جبت لجنه ثلاثيه تحط التعيينات، شلت احمد ابو العيله، رجعت احمد ابو العيله، حطيت توفيق السيد. دلوقتي انت بتحط توفيق السيد في خانه تانية بعيده عن احمد ابو العيله. يا جماعه هو ينفع يبقى توفيق السيد مسؤول عن تعيينات القسم الاول وملوش مكتب في لجنه الحكام؟ ينفع؟ جايين تحاسبوا الخبير الانجليزي على ايه وانتوا اصلا من مش قايمين بشغلكم؟ كل هدفكم بس ان في نادي بيعترض ان في صوت عالي فنمشي الراجل. طيب ماشي، لما نشوف اللي هيجي بعديه مين؟ خبير اجنبي تاني طبقا للقرار، اوكي لما نشوف مين. بس اتمنى لما يجي يبقى في استقلاليه، يبقى في حمايه. وهنا بقى انتقل للشق الثاني وهو الحمايه. الراجل اشتكى في الاجتماع من كذا حاجه، وانت كاتحاد كوره عندك لوائح وعندك لجان مختصه لازم تطبق اللوائح والقوانين ايا كان مين اللي بيغلط وايا كان مين صوته العالي، لان الصوت العالي ده النهارده للاسف صحينا كلنا الصبح على منشتات واخبار نازله في اكبر الصحف الاوروبيه والانجليزيه والايطاليه، الميرور، الديلي ميل، توتو سبورت الإيطالية، صحف كبيرة جدا بتتكلم على رحيل كلاتنبرج بشكل سلبي. وكان سهل جدا أستعرض كله، بس أنا على الأقل هستعرض معاكم صورة واحدة من الميرور البريطانية النهاردة، واللي كتبت فيها، وده على فكرة أخف وأقل حدة في المنشتات بالمقارنة بالمنشتات التانية. الحكم السابق مارك كلاتنبرج أجبر على الفرار من مصر بعد التعرض للعديد من الإساءات. شوفوا احنا وصلنا لفين، والصورة اللي بتتصدر للصحف الأوروبية والعالمية من تصرفات شخص غير مسؤول وصلنا لهذا الحد، ان الميرور والديلي ميل يتكلموا عن الرياضة المصرية بالشكل ده؟ هي دي الصورة اللي انتوا عايزين توصلوها عن مصر بره؟ لولا اللي احنا بنحترم المشاهدين وحريصين على اسم وصورة مصر على المستوى الرياضي كنا ممكن نستعرض كل المنشتات ونعملها بقى زيطة، لكن احنا في النهاية منتميين لبلدنا، حريصين على مصلحة بلدنا. الشخص اللي ارتكب كل هذه الأخطاء واللي الراجل اشتكى منه في اجتماع رسمي واتحاد الكرة ما خدش أي إجراء، بل بالعكس لما امبارح نزل بيان قال لك ما هو لو في أي إجراء حصل معاك عندك المحاكم. يا سلام، الراجل جوه منظومة اتحاد الكرة جاي بيشتكي لك من أحد عناصر اللعبة، تقول له عندك المحاكم؟ يا جماعة أنتوا لو الإهانات بالنسبة لكم ممكن تكون شيء طبيعي وعادي، الغير طبيعي إن الراجل يجي يشتكي لك وتقول له عندك المحاكم. طب النهاردة الصحف البريطانية كتبت بس من غير ما تاخد تصريحات من الراجل، لسه ما خدتش منه تصريحات، وعلى حد معلوماتي إن الراجل بكرة عنده مؤتمر صحفي أو عنده انترفيو، عنده لقاء بكرة هيتكلم فيه ويستعرض فيه كل الاحداث اللي حصلت، وعلى حد معلوماتي كمان هيستعرض ويقول مين النادي اللي كان بيطلب اسماء حكام معينه تجيله ومين حكام تانيه ما تجيلوش. الوضع ايه لما يتقال ده؟ وبالمناسبه ده دي اقل حاجه، ما بالكم بقى بالتفاصيل التانيه اللي ممكن يتكلم فيها ويطلع ويشرح للصحف العالميه ايه اللي تم معاه. ده دي حاجه تانيه ممكن تحصل. لكن الصحف العالميه تتكلم عن مصر بالشكل اللي انتم شايفينه ده؟ الميرور والديلي ميل والصحف الايطاليه تتكلم كده؟ ليه توصلوا الناس للشكل ده؟ قبل كده كارلوس ساكيروش وكانت مشكله ماليه وبتتلم بسرعه، لكن المره دي مشكله كبيره وهتجيب خبير اجنبي. هل هتوفر له الحمايه؟ قبل ما تفكر في الخبير الاجنبي هتوفر له الحمايه؟ انت مش قادر توفرها لنفسك، هتقدر توفرها للخبير الاجنبي
واحنا هنا في الاهلي تحديدا لن نقبل باي حكم سابق مصري، مع كامل الاحترام والتقدير ليهم. ده عشان نرفع عنهم الحرج. بالمناسبه احنا مش بنقول مش عايزين مسؤول او حكم مصري سابق يدير اللجنه لامر فني، لا بالعكس، احنا بنرفع عنهم الحرج لان الموضوع بقى كبير واكبر من اي مسؤول تحكيمي يقدر يدير المنظومه في البيئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لكن الخبير الاجنبي اللي هيجي هل هتوفر له الحمايه انه يقدر يشتغل بدون تدخلات من اعضاء في اتحاد الكوره، بدون طلبات من احد الانديه في تعيين وتغيير اسماء الحكام؟ ما احنا استعرضنا قبل كده مكالمه مهمه جدا للكابتن هاني سعيد وهو بيتكلم على ما جبناش حكم اجنبي لان الحكم اللي جه كنا مرتاحين له. للاسف في كلام كتير ممكن يتقال، ولكن لما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه.